أهلا بحضراتكم من جديد. بداية الأخبار، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مشددا على ضرورة العمل في ذات الوقت على توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي. استعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع مجمل الأداء الاقتصادي المصري والسياسة النقدية للبنك، مشيرا إلى حرص البنك على أحداث تحولات جذرية في هيكل النمو الاقتصادي من خلال تبني مجموعة من السياسات والإجراءات الحاسمة التي هدفت إلى ضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلي وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف. كما أوضح عامر أن هذه الإجراءات والسياسات ساهمت في تحفيز الاقتصاد وتحقيق ارتفاع غير مسبوق في مستوى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. طيب، الخبر الثاني، وزير الداخلية بيوجه بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية خلال عيد الفطر المبارك. وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة المحاور والطرق والربط الكامل بغرف عمليات المرور وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اليوم مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن والقيادات الأمنية المعنية لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. الخبر ده هيكون موضوع الحوار الأول في من القاهرة اليوم بإذن الله. طيب، الخبر الثالث، وزيرة الثقافة بتعتمد أسماء الفائزين بجوائز التفوق. اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الليلة أسماء الفائزين بجوائز التفوق، وذلك ضمن اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة المصرية لعام 2017. وفاز بجائزة التفوق في الآداب كل من الدكتور محمد العبد والكاتب الروائي أحمد مراد، بينما فاز في الفنون الموسيقار محمد مصطفى بدير وسعيد بدر، وفي العلوم الاجتماعية فاز كل من الدكتور صلاح سالم والدكتورة إلهام ذهني والدكتور عبد السلام أبو قحفة. جدير بذكر أن جائزة التفوق قيمتها حوالي 100,000 جنيه لكل فرع من فروع الجائزة الثلاثة. كان اجتماع إعلان جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل لعام 2017 بدأ في وقت سابق الليلة، والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بحضور وزيرة الثقافة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورؤساء النقابات وعدد من رؤساء قطاعات وزارة الثقافة. طيب، كل سنة وحضراتكم طيبين. كل المحافظات محافظات الجمهورية بدونه الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك. طيب، هنشوف مع حضراتكم من أرض الواقع. نبدأ مع حضراتكم من محافظة المنوفية. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية القائم بأعمال محافظة المنوفية. دكتور، تحياتي، أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. اهلا بيك يا فندم، كل سنه طيبين والشعب المصري كله بصحه وخير. احنا عندنا احتفالين في المنوفيه. المنوفيه بتحتفل اليوم بالعيد القومي لمحافظه المنوفيه وايضا استعدادات عيد الفطر المبارك. ابرز الاستعدادات يا فندم. فعلا يا فندم، احنا النهارده بنحتفل بالعيد القومي لمحافظه المنوفيه 13 يونيو. واحنا في احتفاليه كبيره هنا في الشباب والرياضه بالتعاون مع مديريه الثقافه، فيها فعاليات جميله للاحتفال بالعيد القومي للمحافظه، وعندنا طبعا العيد الفطر المبارك على مصر كلها وطبعا على المنوفيه بالخير والسعاده. احنا عملنا استعداداتنا الحمد لله لاستقبال العيد من ناحيه مراكز العمليات، سواء المركز الرئيسي اللي في المحافظه والمراكز اللي في بقيه المراكز المدن، مع التوازي بقى مع الصحه وعربيات الاسعاف تكون جاهزه، الحدائق والمتنزهات كلها مفتوحه بالمجان ان شاء الله. ربطنا مع مديريه الشباب والرياضه لاستقبال الاستاد يكون برضه مفتوح لاولادنا واهالينا في المحافظه للاستمتاع بفترة أيام العيد إن شاء الله.
الطب البيطري والصحه، اللجان اللي بتنزل تفتش على محلات بيع الرنجه والسمك والحاجات اللي يتناولها معظم اهالي المحافظه في الاعياد، الثقافه بتاعتنا طبعا. فالحمد لله يعني المحافظه على اتم استعداد للعيد، وبنقول للناس كلها في المحافظه وفي مصر كلهم طيبين وعيد فطر جميل علينا وعلى مصر كلها ان شاء الله. الحقيقه كمان يا دكتور عمليه التشديد على الرقابه فيما يتعلق ب يعني مديريه التموين، الصحه، المستشفيات، الحاجات دي بتكون حساسه جدا بالنسبه للمواطنين خلال فتره الاجازات، يعني اليه التنسيق، هل في غرفه عمليات مركزيه؟ حضرتك بتتابع هذا الامر ازاي؟ احنا فندم متواجدين في العيد، يعني ما فيش اجازات، كل الاخوه الزملاء موجودين معانا، المديرين المديريات ورؤساء المراكز والمدن وانا كمان معاهم، يعني من دلوقتي لغايه ما العيد ان شاء الله يخلص موجودين في المحافظه على استعداد كامل. كنا عملنا اجتماعات تنسيقيه مع الساده مديرين المديريات المعنيه بالعيد زي التموين والصحه والطب البيطري والشباب والرياضه والثقافه، بحيث يبقى كل المديريات كل فيما يخصه جاهز بحاجته في العيد، وان شاء الله يبقى عيد جميل علينا كلنا ان شاء الله باذن الله. كل سنه وحضرتك بكل خير واهل المنوفيه بكل خير، وعيد قومي وعيد فطر باذن الله. شكرا جزيلا، الله يخليك، كل سنه طيبين وشكرا. شكرك جدا دكتور ايمن مختار السكرتير العام لمحافظه المنوفيه، شكرا جزيلا. بالتأكيد الاستعدادات على قدم وساق في كل المحافظات المصرية بناء على التوجيهات الصادرة لكل السادة المحافظين. بالتأكيد هناك غرفة عمليات مركزية في كل محافظة لمتابعة كافة الاستعدادات، طبعا بتكون فترة إجازات وبتكون فيها أهمية التشديد على الرقابة، المستشفيات، المرور على الطرق السريعة. الحقيقة يعني الكل بيكون مستعد بشكل مختلف عن بقية العام. طيب عندنا كمان إعادة تشكيل مجلس أمناء بيت العائلة المصرية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا توادروس. اعتمد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية. ويرأس فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا توادروس مجلس الأمناء بالتناوب، ويضم عدد من الوزراء والشخصيات العامة. ونص القرار على أنه لرئاسة مجلس أمناء بيت العائلة دعوة من تراه من الشخصيات العامة لحضور الاجتماعات، على أن يجتمع المجلس مرة كل 6 أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، فيما يتولى المنسق العام ومنسق الفروع عرض تقارير العمل على مجلس الأمناء بصفة دورية. والحقيقة بيت العائلة بيهدف تم إنشاؤه في أكتوبر عام 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبيهدف للحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية وسط التصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد مصر. طيب على الجانب الآخر، رئيس دار الأوبرا المصرية بيقول نظمنا 49 حفل فني متنوع بحضور حوالي 10,000 مشاهد خلال فترة رمضان المبارك. اختتمت دار الأوبرا المصرية الأنشطة والفعاليات الفنية خلال شهر رمضان الجاري، وحضر ما يقرب من 10,000 مشاهد، وشملت الاحتفالات مجموعة من الأمسيات والحفلات الرمضانية بالإضافة إلى سهرات الدول العربية والإسلامية. وقال كمان رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر أن البرنامج الفني للأوبرا للشهر الكريم تضمن 49 حفل فني متنوع كانت معظمها كاملة العدد، وفي بعضها اضطرت إدارة الأوبرا للاستعانة بمقاعد إضافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجماهير. وأشار إلى إقامة 24 حفل رمضاني على المسرح المكشوف الذي تزين بالأجواء الرمضانية وتحول إلى حلبة منافسة بين الفرق الفنية خلال الشهر الكريم، ليتأكد من خلاله على الدور الريادي للأوبرا المصرية كمنارة للثقافة والفنون بقوتها الناعمة، ويظل أحد مشاعر التنوير للجماهير وخاصة الشباب. طيب احنا بكده استعرضنا على الحقيقة مع حضراتكم مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد قليل أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة، خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق مع حضراتكم بعد قليل. است
استعدادات قصوى تجري على قدم وساق لتوفير الأمن والأمان للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير ومدير الأمن والقيادات الأمنية المعنية لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر. وزير الداخلية خلال الاجتماع شدد على الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، كذلك تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور والربط الكامل بغرف عمليات المرور، بالإضافة إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور. اللواء مجدي عبد الغفار ناقش أيضا الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين المواطنين خلال فترة الأعياد، وأطر التنسيق بين مختلف القطاعات لتأمين صلاة عيد الفطر ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية، كذلك تأمين المسطح المائي لنهر النيل وخطط تأمين وسائل النقل لحماية أمن الوطن والمواطنين. وزارة الداخلية ستقوم أيضا بتكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية، وذلك لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين. العمل على ضبط محرزي ومتاجري الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين كانت أيضا ضمن محاور الخطط الأمنية، وقد وجه لواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤوسيهم لفرض الانضباط بالشرع المصري وتوعية القوات بحجم المسؤولية التي يطلعون بها، مشددا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم.